هاي جايز، جبت قهوتي عشان اقدر اركز معكم اكثر وكنت جدا مروقة. طبعا انا توني قايمة، اليوم الخميس، غبت عشان بس اقدر اصور لكم امنتج لكم مقطع. لو صوتي متغير عليكم فاعذروني، يعني صوتي اول ما اقوم مرة حارة. 2000 years later. طلبتي شيء ان خورة متحمست لها، تدرون لها اسبوع وصلتني بس ما فتحتها عشان بس اصور لكم هالمقطع، وكل شوي ودي افتح والبس شيء. ولا تخيلوا اتحدى واحد منكم يجي طلبيه شيء ان وما يفتحها اسبوع كامل، ما اتوقع فيها. سو يا ايش ابدا لكم؟ لبس. اوكي حابدا بلبس. ايش هذا؟ طلبت لي، تخيلوا يوم جاء لبسي وتوني ما لبست. ماما قالت لي انه الاسبوع الجاي جدد، ف اصلا عادي بلبسه وشغل مكيف. راح اصور لكم الحين من قريب وبعدها راح احط لكم لقطه من بعيد، اوكي؟ وممكن اذا لبسته اصور لكم يعني اللي اقدر عليه. هذا البنطلون، ثمن السروال، بنطلون نور الشمس مخرب. ويت، يب، شوفوا كيف مرة طويل ومن تحت كذا شكله، شوفوا كيف مرة حلو. والقماش برضو اللي يتمطط، اللي واضح انه بينكرف، فيه جيوب، اهم شيء الجيوب عندي، واهم شيء يكون وسيع، ما احب الضيقة، ابدا ما احب الضيقة. يعني هذا اتوقع انه حيكون مقاسي، مرة عاجبني. طبعا بلوزته، تيشرت، شو يسمونه، ترى مصطلحاتي مضروبة، لا حد يدقق. هذه هي، يعني ما حألبسها كذا يعني اوف كورس. فهذه هي من ورا، من قدام كذا علاقي، ما حألبسها كذا في البيت. هو اوريدي يعني يجي معها روب، يسمونه روب، والله ما ادري، تكفون لا حد يدقق. شوفوا الشكل مرة حلو، يعني حرفيا هاللبس كذا يعطيك أنوثة في البيت. شوف شتكيت، شتكي في الكم، واو مرة عجبني، كله كذا طقم مع بعض ينلبس. ما له حزام، يعني ما تقدرين تربطين عليك، فهمتي كيف؟ القماش مرة عجبني، ما يعني اللبسة هذه لسه ما لبستها، بس يعني من خلال رؤيتي لها أعطيها 10 من 10. هنا راح أحط لكم رقمها وشكلها بشيء، يعني إذا تبغون تطلبونها. اشتريت هالنشط، طبعا ما أكذب عليكم ترى قد استعملت، يعني كنت رايحة النادي كنت احتاج شيء صديق يمسك شعري، فاستعملته وحطيته بالكيس كأنه جديد، اعتبروه كأنه جديد، اوكي؟ هذا المشط يشد لك شعرك، مو بس يشد لك شعرك، يشد لك نيتك معها. تعرفون التسريحة المعروفة، حرفيا بنات الثانوي ما يسوون لا تسريحتين في الحياة، منهم تسريحة الأمهات هذه، والتسريحة الثانية تسريحة كندل هذه. هذه التسريحة تحطين جل على شعرك وتسحبين بهالمشط. كنت دائما احط المشط العادي بس ما كان يسحب كل الشعر، يعني الا ما تطلع خصل خصلتين كذا مخربة عليك التسريحة كلها. بس حاعطيها 8 من 10، وهنا رقمها. ليش قررت اشتري هاينك؟ ليش؟ هذا السؤال هنا. سوالفي ترى اهم من الطلبية. احنا عندنا بالمدرسة في الشتاء مو لازم نلبس قميص، يعني نخالف القوانين شوي نلبس مثل هذا تحت القميص، تحت المريول، وانا المريول حقي مسوي فتحة 7 طويلة. راح احط لكم موديل يشبه ده زي كذا، شوفوا. فلما البس اي شيء تحت المريول يبان. وانا مرة لبست هاينك، ما عندي الا هاينك واحد لون احمر يفقع العين، احمر. فجتني الادارية قالت ليش لابسة كذا؟ مجهزة العذر، قلت يا استاذ الكواية حرقت القميص وما لقيت الا هذا. وإذا تبين دقي على أمي، دقي عليها تسألينها إذا كلامي صدق ولا لا، أنا متفقة مع ماما على الكذبة.
قد شفت أم وبنتها كذا يتساعدون على السوق. ماما تشوفني أغش بالاختبارات النهائية ولا تقول لي شيء، وأكتب لي خريطة هنا ولا تقول لي شيء. بالله عليكم في أم زيها؟ لا ما مس بشر. ما علينا. سو قالت لي أوكي عادي بنتي البسي، بس لا تحطي اللون زي كذا. قلت ما عندي شو أسوي. فهنا قررت إني أنا أشتري هاينك لون شوي أهدى من الأحمر، والصراحة القماش مرة حلو، يعني كيف أقولكم قماشته مرة تدفي، مو مرة 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 تدفي بس إنها حلو، فهمتوا كيف؟ تتمطط برضو من هنا برضو مرة حلوة، فهمتوا؟ مديكم تخلونها كذا، مديكم تصفطونها، هذه هي مرة حلوة. هنا رقمها، وأعطيها 9/10. فتح الدريشة، توقع جيراننا يسمعوني، لو أعطى سمعوني. فجيراننا لو تسمعوني اشتركوا بقناتي، ها أوكي ادعموني أنا جارتكم. والمنتج الثاني، لحظة معقول بس 4 أخواتي؟ أقصد 3؟ كانوا 4. شكل الموضوع في سرقة، شكل أختي سرقة مني. شاكو شاكو أنا شاكو شاكو. اوكي حاوريكم قطعة قطعة. ما فوكس فوكس فوكس، مو راضي يسوي تركيز. شوفون، ترى انا كل خواتمي اشتريها شيئن، مرة حلوة الخواتم حقت شيئن، كل يوم اكشخ بهم بالمدرسة، كل يوم عندي طبقين خواتم ودائما اتخير منهم للمدرسة، كل يوم اجيهم كشخت لهم خواتم بالمدرسة. سويا شوفوا كيف يدي شكلها اصبروا. اين عدم التقبل؟ اين بودكاست كنبة السبت؟ يا مالي شوف كيف، الله كيف صار شكلها حلو. اصبر اصبر، ايه شوف كيف، ايش كيف الله. طيب يمديني العب زي كذا يعني سكي. الله يدي يصلح موديل. ترى بالشخصية بدقيقة واحدة لا حد يستغرب، أسب نفسي بعدين أمدح نفسي. الخواتم مرة حلوة، شكلها مرة حلو، بس يبدو لي إنها من النوع اللي ما يطول معك، يعني ممكن لو لبستيها كم مرة يبدأ لونها ما يصير نفس أول. أعطيها برضو 8/10، وهذا رقمها أيضا قليل من القهوة. نرجع المحور حديثنا، هذه الشباصات أكثر شيء يريح بالحياة. والله إذا أنا قايمة الصبح ومتأخرة مرة مرة ما يمديني أتزين، أخذت لي واحدة منهم، وغالبا هذه تجمع لك الشعر كله تلمه كله، أوكي؟ وستيل يعني يصير شكلك مرة مرتب. هذه أحس أصغر منها شوي، بس كلها مرة كيوت، يمديك تلمين الشعر كله، يمديك تلمين نصه، يمديك مرة حلوة التساريح اللي يجي شكلها زي كذا. هذه جو أجوائي، هذه تسريحة ماما، كنت وأنا بزر دائما طقطق عليها، وكبرت وصارت موضة وصرت أنا أسويها، شاك متقلب الحال. المهم مرة حبيت وأعطيها 10/10، وهذا رقمها. تبغون كمان إيش باقي؟ ما عاد ينفع أشربها، لازم أدفيها القهوة. هذا جوالي جديد، وجوالي القديم عندي درج كامل كله كفرات، بس هذا الجديد ما عندي له كفر الا واحد اللي هو الشفاف اللي دام اصوره لكم، فقررت لازم يعني اشتري لي تشكيله محترمه، بس الفلوس كانت يدوبك على قد الحال، شكلي اشتريت واحد بس. الله شوفوا كيف مره حلو، شوفوا مره حلو. لا حد يسألني، ترى أنا أحب الشطحات اللي كذا، ماني جوي كلاسيك. مرات ممكن يكون جوي كلاسيك، بس غالبا الشطحات هذه جوي. شوف كيف فضائي، ومكتوب هنا على الكتاب How to speak with a human، كيف تتكلم مع البشر. ها يعني أنا ترى ما اشتريتها عشاني فضائية ولا عشاني انطوائية، عشان يعني فهمت كيف، بس عجبني الشكل، ترى أحب الفضائيين أنا، أصدقاء الفضائيين، نسوي مكالمات مع بعض وأعلمهم عنكم يعلموني عنهم. أنا أكثر إنسانة اجتماعية بالحياة، فهذه الكتاب هذا لا يمثلني.
كل من هب ودب فتحت مع موضوع قعدت تسولف، بس مرة حبيت. بس مشكلة مو راضي ركز. اوكي اعطي 10 من 10 وهذا رقمه هنا. ايش باقي باقي شوي في هذه اللبسة، هذه اللي انا مرة متليها. والله واضح مرة حلو. اصبر ودي القهوة بعيد. ايوه هذا ايش يسمونه ترينك. ايام لما كنت كذا 10 سنوات كذا كان موضة ترينقات، اوكي كنت دائم اشتري، بس بعدها ماتت موضة الترينق والحين رجعت قوية وانا مرة خاطي من رجعت اشتريها. جوي هالاشياء، تعرفون ستايل التسعينات بداية العشرين، هذا اللي دائما يحطونه بالمسلسلات والافلام، ترى هذا جوي وهذا ستايلي غالبا في البيت وفي المدرسة. اوكي وي ار باك. شوفوا قماشته، قماشة شو يسمونه شاموا، لا تكفون ما اعرف اقول مصطلحات، تعبير يخونني، بس انه مرة حلو القماشة حقته، مرة حلوة بس ما اتوقع اني دفي. شوف كيف، وهالمرة لما رجع موضة رجع انه تلبسينه وسيع، فهمتي كيف؟ يعني اوريدي من هنا وسيع شوي، ممكن يكون ماسك شوي بس من تحت ما يكون على شكل اسوارة، فهمتوا كيف؟ شوف كيف مو باين عشان اسد، ايش شفتوا كيف وسيع من تحت، مرة حلو. في برضو جيب، كل شيء اكحشه بجيوبي انا، سو مرة حلو لازم تحسه مرة البسه. ايش كمان ايش باقي؟ في هذا البادي تلبسينه تحت هنا في جاكيت، البادي هذا تقدرين تلبسينه تقدرين ترمينه بالزبالة، تقدرين تلبسينه يعني تحت الجاكيت هذا، ما غير تحت الجاكيت هذا ما اتوقع له لبسة ثانية عشان ما موت، عشان ما القبيلة تذبحني واهلي يذبحوني. في هالجاكيت يسمونه جاكيت، في يعتبر جاكيت وما هو هودي. شوف كيف فتحت لكم، اوكي له قبوع وهنا الحبل حقه. شوف كيف مرة حلو، مرة يعني شكله من تحت انه القصة حقته مو طويل يعني لعند الخصر، فهمتوا كيف؟ اذا خلاص راح احط لكم رقمه وشكله على العارضة. اوكي في عليه رسمة؟ لا ما عليه رسمة، كذا سادة اسود، مع انه سيبكم السالفة هذه خايسة كنسلت. مرة حلو ومرة عجبني واعطي 10 من 10، وهذا شكله على العارضة وركمه. شو بقيان؟ ايوة المنتج الثاني هاللزقات. انا انسان عندي هوس تجميع لزقات ستيكرز، يعني مصطلحات. مرة جوي، وغالبا اذا كان شكلها مرة كيوت ما يهون علي اصلا استخدمها، بس احطها كذا بالدرج هنا عندي. هذا الدرج عندي كل استيكرات واشياء ممنوع اللمس، اخواني هذا الدرج عليهم محرم، فده يعني انا اكثر واحدة استخدم دفاتر سواء في حياتي اليومية ولا المدرسية ولا اي مكان، ودائما احب ازينهم باللزقات. اشتريت هذا الشكل اللطيف، شوفوا كيف، شوفوا انعكاس اللمبة، اوكي شوفوا كيف كذا زي المخبز، بيكري، الخبز، في قهوة، لحظة الصورة مقلوبة، اوكي ها هاي كذا واضح لك. اي شوفوا ما توقع في قهوة، كله خبز، اوكي مرة حبيت، وحجمها مناسب، غالبا الاسكاتش ان يجي حجمها شوي عريض وابتلش فيها ما، بس مرة انصدمت انه تخيلوا لما دايما اطلب ملصقات يجيني مثلا كيف، يجيني مثلا 3 صفحات ورا بعض، 4 صفحات ورا بعض، مو صفحات يعني زي كذا، فهمتوا كيف؟ يجيني كذا مثلا 4 اشكال مختلفة، هذا جاني بس شكل واحد، بس صفحة واحدة، اوكي مضبوط، بس صفحة واحدة، انصدمت، صدمت عمري، عشان كذا لزقت مرة كيوت، والكواليتي مرة حلو، بس عشان الصدمة هذه حاعطيه 5 من 10. هنا رقمها، ومعنا
آخر منتج برشات. أول مرة في حياتي أشتري برشات، ما كنت أعترف فيها وكنت أقول إيش فايدتها وين أحطها. اشتريت برشات مرة كيوت، بحطها على شنطتي، راح أصور لكم إذا حطيتها على شنطتي. بس شنطتي الحالية اللي يسمونها شنطة النزهة لأنها تشغل كل شيء معها، ما توقع حتتناسب مع هالأشكال، فراح أرجع شنطتي القديمة، راح أصورها لكم. شوف كيف طلبتها، لأني أحب الكيمياء، أحب مادة الكيمياء، برضو أحب الأحياء، بس ممكن أتخصص بالجامعة هندسة كيميائية، عشان كذا طلبتها. خل أوريكم كيف. شوف الأشكال، مرة حلوة. شوف مرة حلو. وهذا استوعبت إنه ما هم حاطين عنصر من الجدول الدوري، لا يعني أنا شفت هالشكل مربع كذا وفيه كم حرف، قلت أوكي هذا أكيد عنصر من الجدول الدوري، اكتشفت إنهم لا حاطين C و F يعني كوفي. أساساً كتبين لكم تحت كوفي، وبعدين اكتشفت إن أساساً مسوي لكم شكل كوب، شوفوا مسكة الكوب، الله مرة كيوت، مرة حلوة، مرة 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 حلوة. أعطيها هذه 10 من 10، وهنا شكلها. خلص الطلب يتشئن، بالعادة أشتري أكثر. guys هذه شنطتي اللي ألبسها حاليا، شوفوا كيف أخواني يسمونها شنطة نسا عشان فتحتها كذا، بس حرفيا تكفي كل شيء. شوفوا الحين مطلع كل شيء من شنطتي، بس تكفي فطوري، مق الشاهي، مق القهوة، وعلبتين موية، وفطوري، وكتاب قرادان بالمدرسة، وقرآن، وكل شيء ممكن أحطه هنا يكفي خلاص، أنا أرتاح، ما يحتاج أخذ معي شنطة ثانية، بس عشان البروشات الجديدة بضطر إني أنا أبدلها يعني. وهذه شنطتي اللي حتصل عليها البروشات، مرة أحب هالشنطة لأنه على جامعة تيير، يعني اسمها مرة أحب جامعة تيير، وبرضو هارفرد، يعني إن شاء الله أدرس فيها مستقبلا. هذه بتضبط عليها البروشات، إيش رأيكم؟ هذا اللوك النهائي، حلو صح؟ قديش مرة حلوة، مرة حلوة الأشكال ولد، إيه شوف كيف مرة حلوة، مرة حبيت. إن شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو، إن شاء الله ما كنت طولت عليكم، ويا أهم شيء أنا عندي حساب إنستغرام، ودائما متفاعلة فيه أكثر من اليوتيوب، دائما ستورياتي أول بأول، فهذا حسابي هنا، راح احط لكم الباركود، يمديكم دايركت يدخلكم الباركود، او اسمي هنا Game Over، يمديكم تطلعون، لان حقول المعلومه للي يحبوني يهتموا لامري. اختبار القدرات باقي له اقل من شهر، هالفتره قاعده اختبر اذاكر له، فما توقعني انا حافضل الفتره الجاي اصور لكم، عشان كذا لو فقدتوني لا تخافون، أنا موجودة، حأنزل لكم إن شاء الله إذا فضيت، إذا خلصت من هم القدرات إن شاء الله. ولكل طالب ثانوي متوهق وخايف من القدرات، بإذن ربي إن شاء الله هالسنة كلنا نطلع من القدرات والتحصيلي بنسبة ما تقل عن 90. باي باي.